أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته وفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، الفاضل مدير المدرسة، المعلمات الفاضلات، أيتها الطالبات النجيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اللقاء استشعار شهر رمضان. استشعار شهر رمضان، الناس تستعد من مختلف مشارق الأرض ومغاربها هذه الأيام لاستقبال شهر عظيم. لماذا هو عظيم؟ لما فيه من ثواب عظيم، ولأننا كلفنا من قبل الله عز وجل بأن نصومه. يا أيها الذين آمنوا، إذن هو لمن الخطاب؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ لعلكم تتقون. سندور في فلك هذه الآية ونستشعر المعاني التي تحملها هذه الآية، ومن خلالها سنتناول كيف نستشعر قدوم شهر رمضان المبارك. يا أيها الذين آمنوا، ممن الخطاب؟ إنه من الله عز وجل. ولمن الخطاب؟ للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن والمؤمنة يستجيبون لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، ما هي صفات المؤمنين الذين يستجيبون؟ نرجع إلى القرآن، لأن القرآن يهدينا إلى الطريق القويم ويبين لنا كيف نتحقق من صفة، أو كيف نتصف بصفة المؤمنين. من صفات المؤمنين: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا خشية الله، يستحضرون خشية الله في كل وقت. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمان، يعني ازدادوا يقينا بتعظيم الله وباستشعار أمر الله وبالعمل بما أوجب الله عليهم من التكاليف، فعل الأوامر واجتناب المنهيات. يا أيها الذين آمنوا كتب، بمعنى فرض. من الذي فرض هذا الأمر؟ هو الله الخالق، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد العظيم، خالق كل شيء ومدبر كل شيء والعالم بما يصلح هذا الإنسان. إذن كتب عليكم، أي فرض. والمؤمن عندما يعلم أن الله قد فرض عليه شيئاً من التكاليف التعبدية يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف غيره. ولذلك خص المؤمن بالخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا الإمساك سواء كان إمساك عن الطعام، مفطرات الطعام والشراب، أو مفطرات الأعمال المنكرة. فالمؤمن يمسك عن طبعا المنكرات في كل وقت، ولكن يكون أكثر حزما متى؟ وهو صائم. لماذا؟ لأنه سيتعرض لإبطال صوم بوقوعه في كبيرة من كبائر المعاصي في نهار الصيام. إذن الصوم هو الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من الليل. يعني القلب له قصد، له هدف. النية هي الهدف أو القصد. لابد كل عمل من أعمال عبادة في الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وحديث آخر: الأعمال بالنيات، أي قبول العمل. وميزان قبول العمل عند الله مرتبط بالنية، أي مرتبط بالقصد، مرتبط بالهدف. الأعمال بالنيات، أي قبول الأعمال مرتبط بمقاصدها. فإذا نوى الإنسان الصيام من أجل الصحة، إذن هذا ما نواه من أجل العبادة، أو نوى الصيام
من أجل معالجة مرض، إذا ما هذه هي النية؟ وإنما النية من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله كلفه بذلك واحتسابا لنيل للأجر. إذا من صام رمضان هكذا تكون إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف؟ لأن صام استجابة لأمر الله واحتساب الثواب الذي أعده الله عز وجل. فلما يصوم إيمانا مستجيبا لأمر الله فهو يعمل بما أمر الله ويجتنب ما نهى عنه. إذا الإمساك لو دخل شيئا في جوفه خارج عن إرادته فإن هذا الإنسان طبعا لم يقصد تضييع الصيام، لكن إن تعمد في نهار الصوم الأكل أو الشرب أو أي الوقوع في أي مفطر من المفطرات فإنه هنا تعمد وهنا وقع في المحظور، وعليه وأيضا وعليها أن تسأل العلماء ماذا عليهم نتيجة تعمد الوقوع في المفطر في نهار الصيام. المؤمن والمؤمنة يعظمان شهر رمضان، لماذا؟ لأن تعظيم شعائر الدين من صفات المؤمنين. أما غير المؤمن أو الإنسان المستهتر فإنه لا يعظم شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله أن الإنسان يكون أكثر حزما، أكثر حزما من أن يوقع نفسه فيما حرم الله. كتب عليكم، إذن أي فرض عليكم فريضة واجبة، من لم يأتي بالفريضة وقع في الموبقات، وقع في الكبائر، ومن استجاب لهذه الفريضة فقد وقع فيما يقربه إلى الله عز وجل، ارتفعت منزلته عند الله، بمعنى ينال من عند الله ما عده الله الجنات العالية والفوز بها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم السابقة فرض عليها الصوم، لكن الأمم السابقة بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم مكلفة بأن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع السابقة نسخت. ولذا المؤمن والمؤمنة مخاطبون من قبل الله عز وجل بحمل الإسلام، بتبليغ الإسلام. إن المسلم والمسلمة لا يعيشون الإسلام في ذاتهم فقط، بل يعيشون الإسلام منهج حياة يتمسكون به ويدعون غيرهم إليه. وبخاصة اليوم قد وجدت الوسائل، والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فمن استشعار شهر رمضان أن يأتي المسلم أو تأتي المسلمة وجدوا شخصا لا يصوم أو يقصر في حق الصيام أو وقعوا في أمر من الأمور المخالفة للصيام، فهنا وجبت النصيحة بالحسنى، بحكمة، بطريقة جاذبة للخير، بطريقة مبشرة نحو جذب الآخر للخير، مع تذكير بعواقب تضييع الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ ما الحكمة؟ لعلكم تتقون. التقوى فضيلتها عظيمة وثمرتها عظيمة، ويكفي المؤمن والمؤمن أن يتذكروا جميعا أن التقوى تحقق الفوز بالجنة، إن للمتقين مفازا. إذن الفوز بالجنة للمؤمن التقي. من هو المؤمن التقي؟ الذي يقوم بالتكاليف التعبدية، يفعل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله قدر استطاعته. إذن لعلكم تتقون. ومن يتق الله يكن من السعداء في الدنيا، تتيسر أموره، تنفتح له أبواب العلم، يبارك الله في عمره، يرزق الله القناعة والرضا، ويرزق الله حسن السلوك ويوفقه للخير. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التقوى أي مخافة الله بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه،
تحقق فضائل عظيمة، وأعظم هذه الفضائل الفوز بالجنة. ولا يوجد عاقل يقول أني لا أرغب بأن أكون من الفائزين، العاقل يحرص على أن يحقق هذه الأمنية العظيمة. أمنيات الدنيا سنودعها، كلنا نتمنى الخير الكثير من الدنيا، ولكن هذا سنودعه إلى الآخرة، فلنستعد للآخرة بعمارة الدنيا بما يرضي الله، بعمارة الدنيا بفعل أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه. هكذا نستشعر عظمة شهر رمضان لعلكم تتقون. إذا نحن عندما نستقبل الآن شهر رمضان ينبغي أن نبدأ بصفحة جديدة، نبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بالله، ونضع في هذه الصفحة أولا التوبة من كل تقصير والإنابة إلى الله، التوبة بمعنى الرجوع إلى الله. كل واحد منا يجلس لحظات بين حين وآخر يستشعر ماذا قدمت من أعمال، إن تذكر عملا صالحا قال الحمد لله رب العالمين، وإن تذكر عملا مخالفا لأمر الله أو ما أمر به الرسول فليستغفر الله. والله يقول وتوبوا إلى الله، أمرنا الله وأوجب علينا التوبة، إن الله يحب التوابين. إذن محبة الله للشيء بمعنى أن ذلك الشيء يجب علينا أن نبادر للقيام به، إن الله يحب التوابين. إذن التوبة بمعنى الرجوع إلى الله. ولا يوجد عاقل يقول أني لم أقع في معصية أو لم أقصر أو لم أخطئ، ولكن من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل راعى فطرة هذا الإنسان وقدرات هذا الإنسان، أن هذا الإنسان قد يكون في بعض الأحايين يقع في تقصير أو في غفلة أو ضعف، فبالتالي من عظيم فضل الله على هذا الإنسان أن أعطاه المنهج القويم الذي يستقيم عليه. وإن قصر في اتباع هذا المنهج الذي هو منهج العباد الذي رسمه الله لهذا الإنسان، فإن الله جل جلاله قد فتح باب التوبة بالرجوع إلى الله، ويكون الرجوع إلى الله بكثرة الاستغفار، ويكون الرجوع إلى الله بمعاهدة لئلا يعود، ويكون بالإقلاع عن المعصية. فإن فعل هذا فإنه لا شك يصحح المسار وينتشل نفسه من الغرق ومن السقوط ومن التردي إلى ماذا؟ إلى الرقي وإلى الاستقرار النفسي، لأن الإسلام عظيم في منهجه يصلح هذا الإنسان ويوجه هذا الإنسان في الجانب العقائدي وفي الأحكام التعبدية وفي الحث على مكارم الأخلاق. هنيئاً لمن روض نفسه على اتباع الإسلام. اليوم كثير من الأمم بدأت تتعرف على الإسلام وبدأوا يقبلون لاعتناق الإسلام بالرغم من المكائد الكثيرة التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين، إلا أن نهر الإسلام الصافي يمتد إلى كثير من الأمم وإلى كثير ممن كانوا يحاربون الإسلام. لعلكم تتقون. التقوى من فضلها أنها الأساس لقبول العمل عند الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا لما يعلم الإنسان أن قبول العمل عند الله مرهون ومربوط بالتقوى عليه أن يبادر إلى التقوى. فمنذ بلوغ الإنسان إلى أن يغادر الدنيا ما دام برجاحة عقله وما دام بحضور عقله وقلبه عليه أن يأتي بالتكاليف قدر استطاعته يجتهد في ذلك. فإذا الاستعداد لشهر رمضان منها أن نروض أنفسنا على التقوى، ومنها القيام بالأعمال الصالحة، محافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. الصلاة عماد الدين، من حافظ عليها كان من
مفلحين. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم بعد ذلك في آية أخرى قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن الخشوع ركن من أركان قبول الصلاة عند الله تعالى، والمحافظة على تأديتها في أوقاتها طبعا هذا أيضا من أسباب الفلاح. تسقط صلاة عن المجنون، تسقط صلاة عن الناس حتى ينتبه، والمجنون حتى يفيق، والمريض يؤديها قدر استطاعته، وهذا من فضل الله عز وجل. والصلاة تربي الإنسان على الارتباط بالله واللجوء إلى الله عز وجل. المؤمن لا يقع في الأمراض النفسية، المؤمن المحافظ على الصلاة لا يقع في الأمراض النفسية. لماذا؟ لأنه ربط صلته بالله عز وجل. أما غير المؤمن إن أصابه خير بطر، وإن أصابه الشر والعياذ بالله قد ينتحر ويصاب بالأمراض النفسية. أما المؤمن كما قال الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الشكر بالاستقامة على أمر الله، ليس الشكر لساني فقط، بل من الشكر توظيف النعم فيما يقرب إلى الله، توجيه النعم مثل حاسة البصر لما أمر الله، حاسة السمع، الجسد، البطن إلى آخره، لا يأكل ما حرم الله، لا يتكلم بما نهى الله عنه ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا يعيش حياة مستقرة نفسيا. نعود أيضا مرة أخرى، إذن التقوى محافظة على الصلاة والتي هي عماد الدين وركن من أركانه. الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن تركها منكرا لفرضيتها عليه فقد أخرج نفسه عن ملة الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر نصوصا دلت على وجوبها. في القرآن قال: أقيموا الصلاة، وفي الحديث من أركان الإسلام منها وإقام الصلاة. فمن أنكرها إذا أخرج نفسه عن الإسلام، عليه مبادرة بالتوبة، وإن أنكرها تقصيرا فأيضا كفر بنعمة الإسلام. الإسلام نعمة، لماذا هو نعمة؟ لأن من يتبع الإسلام يحقق الخير لنفسه والفوز والنجاة، فقد كفر بنعمة الإسلام، فعليه أيضا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أيضا نستشعر شهر رمضان بماذا؟ بترك الكذب، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك سوء الظن بالناس. إذن ترك الأخلاق الفاسدة والقيام بالأعمال الصالحة من الأخلاق النبيلة. إذن ترك الغيبة، الغيبة كما يقال: ذكرك أخاك بما يكره، فإن لم يكن ليست في تلكم الصفة الذميمة فهو بهتان. ذكرك أخاك، عن تات امرأة وتذكر أختها في غيابها بصفة تكرهها تلك، حتى أبسط الأشياء التي يستهين بها الناس من الألقاب، لأنه قد يكون الإنسان عموم بل واللقب الذميم ارتضى، ولكنه في قلبه لا يرتضيه بل يتجنبه، لا يذكره سواء كان في غيابه أو في حضرته. في حضرته يعتبر سب، وفي غيابه ذكر السيء يعتبر غيبة. وإن لم تكن في تلكم الصفة الذميمة التي ذكرها فهو بهتان، والبهتان إثمه عظيم عند الله، الغيبة إثمها عظيم. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، إثمها عظيم عند الله عز وجل. ويكفي من إثمها أن هذه الكبيرة كما جاء في بعض النصوص أنها تفطر الصائم وتنقض الوضوء. يعني مثلا امرأة اغتابت صاحبتها، قالت له حتى أبسط تلك القصيرة أو القصيرونة أو بأي عبارة، هذا قد نقول إحنا هذه بسيطة، لكن في زمن الرسول قال لأم قال فقد اغتبتها. إذن شوف ماذا؟ لأن الإسلام يروض اللسان على حسن الكلام، يروض الإسلام الإنسان اللسان على أن يكون جادا في حديثه،
بالكلمات الطيبة. إذا نجتنب الغيبة، نجتنب النميمة، النميمة الإفساد بين الناس، ينقل لهذا كلام وآخر كلام ليوقع بينهما. أيضا نجتنب خصومة الخصومة الفاجرة. ماذا الخصومة الفاجرة؟ إن تأتي امرأة تخاصم صاحبتها في أمر من أمور الدنيا، وبجانب هذا تشوه سمعتها وتعاند من أن تبادر في الحديث إليها أو التسليم عليها. إذا نحن ندخل شهر رمضان نتجنب الكبائر. شهر رمضان هو شهر التربية على مكارم الأخلاق، شهر النظام على عبادة الله، شهر يعني غرس الإيمان العميق والخشية العظيمة من الله عز وجل. إذا نتجنب الكبائر من الغيبة والنميمة والكذب. الكذب ذكر الأشياء بغير حقائقها، هذا طبعا أيضا من صفات المنافقين المستمر في الكذب والذي لا يتوب إلى الله من الكذب والعياذ بالله، كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن هذه كبائر لكونها كما أخبر الرسول من صفات المنافقين، لأن المنافق والعياذ بالله كما قال الرسول كما قال القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من هذا المسلك. إذن نتجنب الموبقات، نتجنب أكل الحرام أو ما فيه شبهة. الطعام ينبغي أن نعود أنفسنا على الطعام الحلال. سمعنا أن هذا الطعام أدخل فيه شيئا من المحرمات فعلينا نتجنب. حتى في السفر بعض الناس يسافروا فلا يبالون بالأكل في الأكل، لا، الإنسان يتجنب المحرمات في الأكل. وإذا التزم المسلم والمسلمة بدينهم في السفر قد يكون من أسباب تعرف الناس على الإسلام. أنا أذكر الآن قصة، لما ذهبت أتعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا في برمنغهام، كان عندنا أستاذ لما نقابل يعطينا حلويات، فأنا سألت ذاك الأستاذ، لأن أحد الإخوة قال لي إنه الحلويات عندهم أحياناً كرمكم الله تطبخ بالخمر وبعضها يضاف إليه شيء من الشحوم، فقلت لذاك الأستاذ: هل هذا خالي من يعني الطبخ من الخمر والكحول؟ فهو طبعا مكتوب عنده لما اشترى، قال: لا، فيه شيء من الكحوليات. فقلت له: أنا هذا محرم علينا نحن في الإسلام. ثم بعد فترة كان عندنا ناس يدرسوا في نفس المجموعة ناس من الصين، وعندهم كان احتفال صيني وجابوا أطعمة، فكان عندي زميلي واحد من تركيا قال لي: يا عبد الله هذا يطبخوه من شحم الخنزير. فأنا قلت طبعا لذلك، قلت له: شكرا على الذي، لكن نحن هذا لا نأكله محرم. الأستاذ ما شاء الله بالرغم من غير مسلم، بل هو الله يكرمه كان منحد بعد، لأن أنا في كثير من المواقف كنت أناقشه في قضايا معينة طبعا بلغة بسيطة، لا ما متقن اللغة لكن بلغة بسيطة ويفهمها. على كل حال في نهاية الفصل الدراسي هذا المعلم اقترح علينا أن نعمل حفلة، لكن اشترط على جميع الطلاب رغم شو ما مسلم، قال: أن تحضروا الشيء فيه من المحرمات، يعني قال: لا تحضروا شيء مطبوخ من الخمر ولا من شحم الخنزير، وهكذا. قال للطلبة: احضروا طعام يكون ما فيه إلا الحلال. شوف ذاك بدأ يدرس، بدأ يقرأ عن الحلال. ثم هو أحضر لنا ذاك اليوم دجاج مطبوخ، قال: يا عبد الله هذا أنا بحثت من مطاعم الحلال في البلد واشتريته. فشوف كيف. إذن دائما أنتم كلكم تتذكروا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهل الطائف رموه وسبوه، فلما أرسل إليه الطعام الرجل الذي أحضر الطعام سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتناول، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ يفكر وبدأ الحديث، فكان من أسباب اعتناق ذلكم الرجل للإسلام. إذن أيتها الأخوات، التمسك بالإسلام له فضل عظيم. قد نبلغ الإسلام بسلوكنا، قد نبلغ الإسلام بلساننا، قد نبلغ الإسلام بتكاتفنا إلى آخره. إذا ننقل الإسلام للعالمين، لأن نحن كما الأجر يتضاعف بالتمسك بالإسلام أيضا الإثم يتضاعف علينا، لأن الله أكرمنا أولا من بيئة مسلمة
ومن أبوين يتقنان العربية لغة الإسلام، فنحن نشأنا في بيئة تتقن لغة القرآن، فما بالكن بأناس ينشأون من بيئات أولا قد يكون يعبد الأصنام ويعبد الأوثان أو الشمس أو القمر، أو من بيئات كرمكن الله يعشن حياة كرمكن الله حياة الموبقات والمنكرات التي تتنافى عن الإسلام. إذن نحن علينا أن نحرص على أن نتمسك بالإسلام من خلال القراءة الجادة للإسلام، ثم أيضا من خلال ممارسة الإسلام ودعوة الإسلام لآخرين. اليوم الحمد لله فتح الله لنا هذه الوسائل، يعني المرأة لما تتواصل مع أختها ومع صديقتها في مجموعة وجدت أن هذه الأخت أتت بشيء مما يتنافى مع القيم والأخلاق، ترسل لها على الخاص مثلا، هل يجوز هذا؟ رأيت أن هذه الصورة التي قمت بإرسالها مناسبة؟ ما لازم في المجموعة، لأنه في المجموعة قد طبعا تعاني، قد الشيطان يدفع إلى أمور لا تحمد عقباها، لكن لما يكون على الخاص تفرح وحب للناس، ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. إذن حب الخير للآخرين من علامات الإيمان. إذن من علامات الإيمان مثلا الطالبة المجتهدة تنصح صديقاتها للاجتهاد في الدراسة، طالبة المقيمة للصلاة عندما تجد امرأة لا تصلي تبادر لنصحها، تجد من لا تحسن الوضوء بطريقة حسنة تقوم بنصحها. ما لازم تقول أنت ما تعرفي، لا ما تقول لك ذاك، تعطيها كتاب، هذا كتاب عندي هدية لك عن الصلاة، فستشعر طبعا امتهاد وتحاب، لكن طريقة جاذبة، طريقة جميلة. إذا ما قرأت اليوم ستقرأ غدا، سيقرأ غيرها في البيت إلى آخره من أمور الصلاح. إذا نستشعر شهر رمضان بصلة الأرحام أيضا، صلة الأرحام من الواجبات. واليوم إذا الإنسان ما يستطيع الوصول على الأقل بالهاتف بالرسائل، هذا أقل شيء. اليوم الحمد لله كرمنا الله بهذه الوسائل. إذا صلة الأرحام من الإيمان. ما آمن بي قاطع رحم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والقرآن العظيم ماذا يقول لنا وهو كتاب الهداية وهو المرشد للطريق القويم، ماذا يقول؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الرحم من الفساد أو الإفساد في الأرض، نعوذ بالله من هذا المسلك. لماذا؟ لأن صلة الأرحام تقوي المجتمع وتحقق المحبة والألفة وتنشي مجتمعا متكاتفا متحابا قويا، تعاون على البر والتقوى. إذا في شهر رمضان نحرص على صلة الأرحام ونحرص على صلة المريض قدر الاستطاعة. الإسلام دين يحقق الحياة النفسية، فلما يشعر هذا المريض أنه لدي أصدقاء، أو المريضة تشعر أن لدي صديقات، أو الأم كبيرة السن إلى آخره. ولذلك أحيانا تعجبني بعض المبادرات من بعض المعلمات جزاهم الله الخير، يأخذن الطالبات إلى زيارة يعني مريضة، فهو تعويد على الخير وتعويد على المسلك القويم، فما بالكن إن كان هذا في شهر الصيام. إذا له فضل عظيم وأجر عظيم وثواب عظيم عند الله عز وجل. قد تكون طالبة الله يحفظك عندها فقر دم ما استطاعت ونومت المستشفى، فتأتي مثلا تستاذن مثلا إدارة المدرسة إن بعض الطالبات ثلاث على الأقل يمثلن المدرسة يقومن بزيارة هذه المريضة، تلك ستفرح إن هذه المدرسة ما متخلية عني، زميلاتي ما متخليات عني. إذا هذه ترفع المعنى، زيارة المريض حبب إليها الإسلام لما فيها من فضل عظيم وثواب عظيم. فتنظر كل واحدة بكل خطوة تخطوها نحو زيارة المريض كم من الفضل العظيم، والقيام بالأعمال الصالحة يجلب الخير ويدفع البلايا. كم من البلايا التي لا ندركها ولا نرى عواقبها يدفعه الله عنا بعمل صالح قمنا به، فلنبادر إلى الخير. إذن ندفع الشرور بالصدقات وبالأعمال الصادقة الصالحة. إذن نبادر إلى زيارة المريض، صلة الأرحام، حسن الجوار، ولله الحمد إن كثير في مجتمعنا العماني ميزات جميلة، تجد الجيران يتبادل الطعام،
فبالتالي لعل هذا الجار شم الطعام الذي طبخناه فيعطى منه. إذن هذه من المسالك القويمة الحسنة الرائعة التي يتميز بها أهل عمان حفظهم الله. إذن نحرص على ذلك، نستشعر شهر رمضان بتعظيم القرآن، نقرأ القرآن، نتلو القرآن، نرتل القرآن، ولكن عندما نقرأ القرآن نقرأ بتدبر، نمر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أنا أطلب، أقول أستعين بالله، متصل بصفة الرحمة، فهل أنا أسلك طريق الرحمة التي أمرنا الله بها؟ إذن هكذا، الحمد لله أشكر الله بلساني، فهل أنا أوظف جسدي وحياتي وعمري لطاعة الله أم بخلاف ذلك؟ إذن نقرأ القرآن ونحن نتدبر. قد يأتي إنسان يقول أنا خلصت قراءة القرآن في يوم أو يومين أو ثلاث. القرآن ليس سباق للقراءة بالسرعة، وإنما هو كتاب تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن تدبر. إذن يكفي أن أقرأ آية أتدبرها أفضل من قراءة جزء ولم أتدبر ولا آية فيه. إذن القرآن قراءته له فضل عظيم عند الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها، فما بالكم من يتدبر تلك الآية فإنه نال فضلا عظيما. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، إذن يرتقي في درجات العلا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إذن هكذا القرآن يشفع لصاحبه بأن يرتقي في الجنان، يرتقي في الجنان. فبالتالي علينا أن نكثر من قراءة القرآن، ولكن قراءة التدبر. والحمد لله طالبة العلم عندها الآيات التي تدرسها، تحرص على أن تقرأ وتكررها، لأن القرآن يعطي الإنسان راحة نفسية، خاصة اللي يكون أحيانا مهموم أو ماشي في طريق لوحده أو مسافر. في يوم من الأيام التقيت بشخص وعجبت بمسلكه، أقول أنا أخرج من هنا من داخلية من نزوة، يقول وأداوم في الصحراء شركة، يقول لكن في الطريق أشغل القرآن، يقول من خلال فتح هذا حفظت القرآن. يعني أعجبت يعني بهذا المسلك، يعني أقول لك في طريق يعني يتشغل بشيء عود نفسه يسمع القرآن، كل مرة يمكن يحفظ آية آيتين ثلاث ويرددها وهكذا، يقول حفظت القرآن بهذه الطريقة. حقيقة مثل هذا المسلك القويم، فرق ما بين طبعا شغل وقته كرمك أن الله بمعصية، بغيبة، بنميمة، بذلك الآخرين أو بمفاسد، بلغو، ومن شغل نفسه بالقرآن أو ما شابه. وناس كثيرون ما شاء الله عندما يسافرون تجد الكتاب في السيارة والركاب يقرؤون ويستمعون، وهكذا اليوم الحمد لله وسائل التعلم كثيرة. إذا في شهر رمضان نكون أكثر حيطة لأنفسنا وأكثر حزما لأنفسنا بأن نحرص على استغلال أوقات، كل ثانية لن تعود، كل دقيقة لن تعود، فكيف نملأ ذلك من الفراغ؟ إذن هذا مثلنا منئت بالماء، قد يأتي كرمك الله آخر يملأها بمحرم. إذن انظري إلى وقتك أيتها الأخت الفاضلة كهذه التي تحمل الماء، إذن منئت بطيب الشراب، فأنت املئي وقتك بأعمال صالحة ستجدين ثمرة ذلك. إن الله لا يضيع من أحسن العمل، إذا من يعمل العمل الصالح فالله لا يضيع أجر من طبعا من أحسن العمل. لماذا؟ لأن الثواب العظيم ينال بالقيام بهذا. إذا نشغل الوقت بقراءة القرآن، نشغل الوقت بذكر الله، ذكر الله يكون سببا في قبول الأعمال. سبحان الله وبحمده، إذا كلمتان خفيفتان على اللسان سهل ننطق بهما، ثقيلتان في الميزان، إذا حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كيف ذلك؟ ثقل الميزان عند الله معنى قبول العمل، فمن ثقلت موازين أي قبلت أعماله، إذا فهو في عيشة راضية يخلد في الجنة. أما من خفت موازين أي لم تقبل أعماله بسبب الرياء، بسبب الإصراع على الكبائر، بسبب الاستخفاء بشعائر الله إلى آخره، إذن هذه طبعا بسبب أكل الحرام كرمكم الله، إذن كل هذه تؤدي إلى عدم قبول العمل وعدم قبول الدعاء عند الله. لكن قبول العمل بترويض النفس على التقوى وبالإقبال إلى الله، ولذلك الإنسان وقع في كبير يتوب ولا يتمنى على الله الأماني. بعض الناس للأسف يقولون كما قال اليهود
لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذن خلود في النار لمن طبعا مات على كبيرة من كبائر فإنه طبعا لم يستجب لأمر الله وإنما عصى الله عز وجل وأصر على ذلك. أما من وقع في الكبيرة وتاب فهنيئا له الجنة، تاب وعمل صالحا إذا هنيئا له الجنة. إذن وإني لغفار، الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن هذه شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن تكون يعني نقوم بالأعمال الصالحة التي تقبل عند الله عز وجل. أيضا في شهر رمضان النصيحة، نكثر من نصح الآخرين. أنت أيها طالبة في المدرسة قد تخرجين بعمل صالح كبير، منها وجدت طالبة مثلا تلبس لباسا غير يعني مناسب تقومي بنصحها، وجدت امرأة طالبة قامت بالسب فتذكري بحديث الرسول ليس المؤمن بالسباب، أخرى وجدتيها تهم ترمي في فناء المدرسة شيء من بقايا مثلا الأوراق، ماذا تقولي لها؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تصوري ذكرتيها بحديث الرسول قل بلغوا عني ولو آية. إذن قد تأتي نعيتها الطالب تخرجين من المدرسة بشيء عظيم، ولذلك في المكان الذي أنت فيه قولي سأترك أثرا عظيما في هذه المدرسة. ما الأثر؟ العمل، العمل الصالح، تفوق في الدراسة، حسن احترام المعلمات، الكلام الطيب، المشاركة الصفية، تنظيف المدرسة، تقديم الصدقات، الحث على الخير إلى آخره، وأنتن تعرفن ذلك. إذن شهر رمضان نكثر من هذه الأشياء، نكثر من هذه الأعمال، نستشعر شهر رمضان بماذا؟ بأن نكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، نكثر من الدعاء، ندعو الله عز وجل أن يتقبل صيامنا، أن يشفي مرضانا، أن ندعو لأبوينا من بر من البر بالأبوين، الدعاء لهما، دعاء لهما بأن الله يوفقهم للخير إذا كانوا أحياء ويرزقهم الجنة ويكونوا من الذين قبلت أعمالهم. إذن هذه بعض الأمور التي من خلالها نستشعر شهر رمضان. ندعو الله يقبل صيامنا، ندعو الله يوفقنا إلى أن نؤدي ما افترضه علينا من فرائض. قد تكون هذه الطالبة الله يسر لها المال وبلغ نصاب الزكاة، تؤدي الزكاة، الله يقول وآتوا الزكاة. طبعا الزكاة فرضت في المال على الأغنياء، الغني القادر الذي بلغ عنده النصاب عليه، وليست تكاليف الزكاة في قضيتنا لا شرطها البلوغ. الصلاة أيضا تقام في أوقاتها كما أمر الله. قد تأتي طالبة تقول أنا لا أحسن الصلاة أو لا أعرف أحكام الزكاة، تقرأ وتتعلم. اليوم لله الحمد والسائل وجد، والعلماء في كل مكان، والكتب موجودة، وترجع إلى معلماتها الفاضلات، فما هي قصرا يقومنا بتعليمها أو يقومنا بالبحث لها عن طريق لتتعلم وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكن إلى حسن العمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ذاكرا. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا شهر الصيام ووفقنا إلى حسن صيامه وإقامته كما أمرت. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى إحياء الإسلام. اللهم وفق العالم إلى اعتناق الإسلام. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.